الإنسان. إضافة إلى هيك، في عنا مجموعة من القوانين والتشريعات يلي تمت بالفترة الأخيرة، موضوع إطلاق يد القضاء العسكري بالبحرين. للأسف من فترة 2017 شهدنا موضوع إطلاق يد القضاء بمحاكمة المدنيين، وبالتالي الكثير من الأحكام المتشددة صدرت بحق الناشطين وبحق مواطنين بحرينيين، منها أحكام إعدام. للأسف نفذ 3 أحكام بال 2017، وصودق على مجموعة من أحكام الإعدام قبل شهر تقريبا، مجموعة أخرى من أحكام الإعدام للأسف ستنفذ. إضافة إلى موضوع القانون الآخر يلي هو القانون سيء السمعة أو سيء الصيت، هو حماية المجتمع ضد الأعمال الإرهابية، وهذا القانون يسبب مجموعة من التأثيرات السلبية، منها الاختفاء القسري. بعض الناشطين بالبحرين يتم إخفائهم قسريا بعد الاعتقال من جهاز الأمن الوطني لمدة 7 أشهر، مثل أحد المواطنين حسين علوي، تقريبا عدة أشهر لم يلتقي بمحامي تحقيق وتعذيب، وبالتالي أي اعتراف ممكن يطلع من عنده للناشط بكل سهولة أو من المواطن. فمجموعة انتهاكات تتزايد للأسف، وللأسف أنه هذه الانتهاكات من بعد 2016 وصول ترامب إلى السلطة بالولايات المتحدة أطلقت يد الحكومة البحرينية. يعني حتى فترة باراك أوباما منعت في بعض الأحيان صفقات للسلاح، للأسف رجع وفتح المجال أمام صفقات سلاح للسلطات البحرينية، لا يلي عم تكون يعني خفف الضغط بشكل كتير كبير من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بهذا الإطار. هذا يدين، يشكل إدانة كبيرة لنظام القضائي في البحرين. أيضا القضاء مسؤول عن غالبية حالات سحب الجنسية. عام 2018 كان رقم تاريخي بالنسبة لعدد الذين سحبت منهم الجنسية. القضاء أيضا يقف وراء قرار حل مجتمعات معارضة سياسية، بما في ذلك الوعد والوفاق. وأيضا السلطات التشريعية شاركت كذلك بهذه الحملة ضد حرية التعبير، وقامت بتعديل وتبني قوانين كي تتمكن الحكومة من شن هذه الحملة على حرية التعبير، واستخدمت تعريفات واسعة للإرهاب، وذلك من أجل اعتقال المتظاهرين وأيضا إدانة القادة المعارضة، بما في ذلك من شارك بمظاهرات عام 2011. تعريف الإرهاب يمتد إلى أنشطة غير عنيفة تهدف إلى زعزعة النظام العام، وأيضا تهديد أمن وسلامة المملكة، وأيضا إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية. في 11 أو في عام 2011 شاهدنا كذلك منع الكثير من المرشحين من الترشح، بما في ذلك بالانتخابات التي أجريت في شهر تشرين الثاني الماضي. في عام 2017 أعلنت السلطات البحرينية أن التعبير عن التعاطف مع قطر يعتبر جريمة، أو انتقاد قرار البحرين لقطع العلاقات مع قطر يعتبر جريمة. وأيضا بالنسبة للدور الجناح التنفيذي، أيضا هذا الفرع يشارك بتنفيذ هذه الحملة ضد حرية التعبير. الإجراءات لم تكن فاعلة، والمحاسبة هي فقط لمن هم في المستوى الأدنى وليس المسؤولين الكبار. أيضا بما يتعلق بحرية التعبير، التوصية 14، هناك تهم أكثر بهذا الإطار. لننظر فقط إلى حالة علي سلمان ونبيل رجب، وكذلك موضوع الرقابة، تم تجديد الرقابة حتى. وبالنسبة لحرية التعبير، من أسوأ سجلات البحرين بهذا المجال. كذلك بالنسبة لبرنامج المصالحة الوطنية، برنامج يعالج عدم المساواة السياسية، هذا أيضا يثير الضحك خاصة بعد الانتخابات. تم تهميش جميع قوى المعارضة خلال هذه الانتخابات. بالتالي السؤال، لماذا فشلت هذه التوصيات من اللجنة عندما كانت عملية واعدة بالبداية؟ والحكومة عندما تعترف
عادة هذا يؤدي إلى تدحرج الكرة، حيث يقال للجهة أنك لا تستجيبين للوعود